والله قبل ما نبدا نعبر على ألمي وعلى الفاجعة اللي قصت احد الصحفيين اللي هو الصديق محمد سلطاني الصحفي بقناة البلاد اللي طحت علينا وحنا رانا في هذا العمل في الميدان في المعسي حيدوي. يعني فاجعة تاع الصح قوية جدا تجمعني به علاقات أخوية ومهنية كفاعل في المجتمع المدني، ندعي الله سبحانه عز وجل له بالرحمة والمغفرة ويعطي الصبر الأهل ويجعله من أهل الجنة، وتعازي لكل الأسرة الصحفية الجزائرية. بقلوب خاشعة بقلوب مؤمنة بكثير من التأثر، أنا شخصيا نفقد واحد من الزملاء الذين عملت معه طيلة سنوات طويلة ويتنقل بين مختلف المؤسسات الإعلامية. سي محمد السلطاني واحد من رموز والوجوه الشابة الإعلامية المخضرمة واللي قدم لي مجال الإعلام الكثير. هذه هي سنة الحياة، ولا يليق بنا ولا يجوز لنا إلا أن نترحم عليه. ترك أثر طيب في هذا المهنة وفي قلوب الجزائريين الذين كانوا يتابعونه ويعيشون على ما كان يبثوا من وعي ورسالة سامية للإعلام. نهار اليوم فجعنا ونحن في الميدان لكذلك نمارس تمرين تاع وعي، فإذا به سقط علينا هذا الخبر كالصاعقة، لأن لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وأن نعزي أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الأسرة الإعلامية، ونعزي في كل الشعب الجزائري لأنه كان واحد من الوجوه الإعلامية اللي كانت تؤدي في رسالتها الإعلامية طيلة سنوات طويلة. الله يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه إن شاء الله بإذن الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.